صلوا على رسول الله. التوفير في أرض الهدايا في أبوظبي، شارع النجدة، تقاطع شارع النجدة مع شارع حمدان، هذا المها أرجان روتانا الفندق لغاية 1/5، والحق ما تلحق. في أرض الهدايا لغاية 1/5، جوز الهند الحبة ب95 فلس بس، كيلو الملفوف بدرهم وربع وشامل الضريبة، أيضا كيلو البصل بدرهم ونص وشامل الضريبة، كيلو اليح أو البطيخ بدرهم و95 فلس، أيضا كيلو البطاط بدرهم ونص وشامل الضريبة. شوف هالقرع العودة، الكيلو بدرهم ونص بس، بدرهم و75 فلس كيلو الطماط، بدرهمين ونص كيلو الخيار، الثوم الكيس الواحد بدرهمين و95 فلس، كيلو الموز ب4.95 دراهم، كل أنواع الفواكه عندنا، كيلو البرتقال بدرهمين و95 فلس. جربت النودلز الفلبيني، الكيس الواحد ب3.5 دراهم وشامل الضريبة، لتر ونص زيت أمير ب9.95 فلس. هذه عيش الياسمين 5 كيلو ب17.95، هذا العيش العادي. تبغي عيش أسمر؟ هذه عيش أسمر 5 كيلو ب25 درهم. حليب طويل الأجل لاك نور 4 لتر و12.95 فلس. تحب الأندومي؟ كل النكهات موجودة، الباكيت كامل ب6.95 فلس. الواحة وقليل الصديوم الشد كامل ب3.5، وأيضا شامل الضريبة. أرخص سعر في السوق عشان يكفي الكل، كل شخص له 10 حبات حليب أبو قوس، والحبة ب1.95 درهم فلس. هذا الدايجستيف الحجم الكبير، حاطين السعر ومن عندي لكم 4.95 دراهم فلس. 8 حبات صلصة طماط، والسعر 8 حبات ب6.5 وشامل الضريبة أيضا. حليب باللوز لذيذ جدا وصحي جدا، كل 6 حبات ب9.95 دراهم فلس. كابريسن 10 حبات ب9.5، ولاك نور 8 حبات ب9.5 أيضا. وعدنا لبن أب 8 حبات ب7.25 وشامل الضريبة. الأندومي الكوري الأصلي هذا كل 3 حبات ب8.95. وعدنا نودلز أيضا 4.25 دراهم، وشيبس ليز كيس كامل ب8.5 وأيضا شامل الضريبة. الباودر الحجم الكبير كل 3 حبات كاتبين 13 ب9.95، 4.95 دراهم 3 حبات الحجم الصغير. النخالة النخال العلم الباكيت كامل ب8.95. عندنا أوريو الحجم الكبير كرتون كامل ب10.95 فلس. بانتين كل وحدة 400 ملي ب16.5، تحب هذا شولدرز ب19.95 الحبتين مع بعض. حق الهدايا والتوزيعات ساعة مع سيورها والخواتم وكل شيء ب9.95، باكيت جميل. وتبغي كيبورد حق الألعاب أو حق الكمبيوتر أيضا ب9.95 فلس. في كل مكان موجود بتحصل 10 دراهم وفوق، هني 5.75 فلس، وفي أيضا رصاصي مزيل عرق سعره فوق ال 11 برا، هني بكم؟ ب5.95. اكس ايضا مزيل عرق ب6.25، تعال شوف شو عندي. دوف سبري ب7.95، نيفيا ايضا والسعر ب7.25 وشامل الضريبه. كل شيء رخيص، سجاده الصلاه هذه الالوان اللي موجوده والسعر ب8.95. عندنا الصابون 3 كيلو ب9 دراهم، و6 كيلو ب19.95 فلس. شوف الألوان اللي موجودة، تصفية على كل الأحذية هذه، خذوها حق توزيعات حق هدايا، كل الأحذية ب9.95 دراهم فلس. تخيل هذا سعر كم؟ أرخص من المصنع، هذه الكمية اللي موجودة والسعر ب2.95 درهم فلس. شوف شحالات النعال وهالكمية كلها مسوين عليها تصفية، سعر النعال واحد ب7.95 فلس. تبغي لي هدايا، تبغي حق توزيعات، كل الأحذية حق البنوتات الحلوات، كل هذه الكمية على 8.95 فلس. قلت لك أرض الهدايا أرخص من المصنع، هذه النعل كلها على 2.95 درهم فلس. هذا السعر اللي قبل 25 درهم، حبتين حق الفرن كل ثنتين مع بعض ب15 درهم بس. قال الرحلات والطلعات، هذا هو. تخيلوا أن هذا كرسي تفتح شيء وتجلس، أول 20 الحين ب13 درهم بس. شوف ايش حالات هالجيك كبير للعلم، ترين هذه الالوان اللي موجوده والسعر ب6.5 دراهم بس. كرسي حق الاطفال تخيل سعره ب6.75 دراهم فلس، تعال شوف شو عندي، ايضا كرسي حق الاطفال، هذا الكرسي وسعره ب3.5 دراهم. كل شيء رخيص في ارض الهدايا. البويلر على 19.95، الكواي ب20 درهم، وهذا الخلاط ب53، وعندك هذا الجميل ب51 درهم بس.
حق تمليس الشعر نسائي ومع الضمان وسعره 27.95 فلس. هذه الطيارة الكبيرة سعرها غير، بس عندنا هذه شوف الجميل ايش حالاتها وسعرها ب 8.95 فلس. هذا المق بتحصلونه برا 10 15 20 درهم، الوان موجودة وسعر بلاش هني 4 دراهم وربع وشامل الضريبة. ألعابهم جدا جميلة، هذا المسدس ب6.5 دراهم وشامل الضريبة. شوفوا هاي السيارة لامبورجيني للعلم سعرها 11.95 فلس. بنطلون نسائي جميل، هذه الألوان جنز وغير وعلى الموضة والسعر بلاش 9.95. لما أقول لك رخيص تعال هني اللي جنزات هذه كل هالبناطلين ب6.95 دراهم. قلت لك أرخص من المصنع نسائي وسعر كم من 10 ب3.95. شوف الجمال هني، شوف الروعة، نسائي نسائي للعلم ونسائي ألوان على كيفكم وموديلات على كيفكم، والسعر من 11.95 ب6.95 دراهم وكميات موجودة. صدق أو لا تصدق، هذا الشال بتحصلونه على 10 و12 و15 برا، هذه الكمية كلها الحبة على 3.95 فلس. هذه المحفظة وكل اللي في السلة على 4.95. تعالوا شو عندي، هذه الشنط كلها 9.95، والجميلة هذه وكل الألوان اللي تشوفونها هني أيضا 9.95 فلس. التيشيرت هني حق الأولاد على 2.95 درهم 5.95، قطعتين شورت مع تيشيرت ب9.95 9.95 و9.95 فلس. بنطلون رجالي هذه النوعية وكل الألوان تشوفها جنز غير على كم؟ على 9.95 دراهم. عندنا هذا الجنز على 14.95 فلس. تيشيرتات 4.95 دراهم. هذا الجديد اللي واصل قمصان صيفية حق الأولاد كبار وصغار. تبغي تسافر وتدور على قمصان جميلة ورخيصة تعال هني شوف شو عندهم، غابة من القمصان الصيفية والشتوية. شوف الخام هني روعة جدا جدا، عندهم شورتات وعندهم بناطلين جميلة جدا وخامتها جدا ممتازة وأسعارهم جدا رخيصة. تبغي البرمودة أيضا البرمودة والبناطلين الحلوة موجودة عندهم. جنزات رجالية جميلة جدا على 14 درهم، شوف الأنواع والموديلات القياسات موجودة عندنا هني، هذه النوعيات على 20 درهم بس. يقول هذه الشنط شنط العيد، جايبين كميات كبيرة جدا وأسعارهم 20 30 40 بس. عندهم فساتين حق البنات ما عليها كلام وأسعارهم مثل ما قلت لكم رخيصة جدا. بنطلون رجالي نوعية على الموضة على الكشخة، هذه الأنواع كلها 14.95 فلس.